تأثيرات الدوامة والتموج. تقوم هذه التأثيرات بعمل التواءات للفيديو أو الصورة بتدويرها حول نقطة مركز أو بتموجها على خطوط أفقية أو رأسية، وتستخدم هذه الفلترات في عمل لقطات تعبر عن الأحلام، كما تفيد في تحريك الصور الساكنة حتى تبدو كمتحركة. نفتح نافذة التأثيرات FX Video، ومن قائمة الفلاتر نختار الفلتر Swirl أي الدوامة، ومن نافذة الإعدادات نتحكم فيه مقدار واتجاه الدوامة أو الالتواءات Amount، وتغيير مركز الدوامة، ومن هنا نتحكم في حجم الدوامة ويمكن تصغيرها وتكبيرها في كلا الاتجاهين الأفقي والرأسي، أو التحكم في الحجم الرأسي فقط أو الأفقي فقط، كما يمكن الاختيار من بين النماذج سابقة الإعداد من قائمة Present. الفلتر الثاني معانا وهو Wave أي التموج أو عمل تأثيرات الموجات. من نافذة التأثيرات يمكن التحكم في Vertical Waves عدد الموجات الرأسية، Vertical Amplitude ارتفاع الموجة الرأسي، Vertical Phase تحريك الموضع الرأسي، كما يمكن التحكم أيضا في Horizontal Waves عدد الموجات الأفقية، Horizontal Amplitude ارتفاع الموجة الأفقي، Horizontal Phase تحريك الموضع الأفقي. كما يمكن الاختيار من بين النماذج الجاهزة.